صباح الخير لجميع متابعينا في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال فترة الإفطار، حيث يكون الطقس حار مع 41 درجة مئوية، ملموسة 37، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة، وبالتالي الإفطار في الخارج سيكون مقبول. بالنسبة للتوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تسجل سكاكا 37 إلى 25، عرعر فرصة لزخات رعدية من الأمطار 38 إلى 23، وتبوك 35 إلى 23 مع أتربة مثارة. بالنسبة للمنطقة الغربية، المدينة المنورة 40 إلى 26، جدة 36 إلى 30، مكة المكرمة 42 إلى 28، والطائف 31 إلى 21 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الغربية تبقى تحت تأثير أحوال جوية غير مستقرة، أبها فرصة لزخات رعدية من الأمطار قد تترافق مع تساقط حبات البرد 28 إلى 19 درجة مئوية، الباحة طقس غائم جزئي 27 إلى 18، وجازان 38 إلى 32 درجة مئوية. المنطقة الشرقية، الدمام 39 إلى 27، حفر الباطن زخات رعدية من الأمطار 42 إلى 28، والإحساء 43 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، الرياض 41 إلى 28، بريدة 40 إلى 26، وحائل 37 إلى 22 درجة مئوية مع غبار خفيف. إلى هنا تنتهي نشرتنا، للقاء.